طيب احنا بعد احنا في السيت ثيوري واخذنا البيسكس بتاعت السيت ثيوري، اخذنا كيف نعمل بروفز في السيت ثيوري، بس كانت طريقه البروفز تبدأ على element argument. تمام؟ هذيك طريقة اللي بناخذها اليوم طريقة أخرى. ناخذ algebraic proofs. ناخذ برضو هي البروف أو disapproof. مظبوط؟ وبناخذ البولين algebra. ماشي؟ فبدنا ناخذ كيف نعمل disapproof وبدنا ناخذ كيف نعمل algebraic proofs وبدنا ناخذ البولين الجبر. نقول هيك خلصنا السيت الثاني. كيف ممكن احنا نعرف مثلا هاي ترو ولا مش ترو؟ هاي هل ممكن نعرف انه هاي ترو ولا لا؟ منو بيقول لي؟ أعطيكم مثال عليها، اسمعوا بس ركزوا معي. لو قلنا all people except who are Palestinians. All people except who are Palestinians. With the set of all Palestinians except who are female. يعني all people except who are Palestinians. With Palestinians except who are female. شو بضل؟ هل بضل هل are the same as set of people except who are female. مظبوط؟ لا صح مظبوط. هلا اذا كان صح بدنا نثبت بروف. بالمحاضرة المالية كانت عن كيف نثبت بالإليمنت أرجيومنت أو اللي من زي ما نقول بدنا نثبت قبل الجبريك بروف، ولكن قد تكون خطأ. طب إذا كانت خطأ كيف أثبتها؟ بس مش هذا تعميم؟ مش هذا تعميم؟ هاي أو هاي مش هاي تعميم؟ لما واحد يعمم بقول كل الناس بتحوش، شو بتقول له؟ جيب له واحد بيفهم. ها؟ بصير تعميمه غلط. فعشان ننتهي تو ديس ابروف هاي التعميم كيف بدنا نساوي؟ نجيب مثال عكس مثال واحد بس. ها؟ بس تفكروا فيه كثير، تفكروا في المثال على اللوح ولا اعطيكم الحل؟ يعني هاي شغله بسيطه جدا، فكروا فيها في البيت. لو عندنا A فيها واحد اثنين، لو عندنا B فيها اثنين، مش ست اوف اول بيبول؟ مو فلسطينيز ار اولسو بيبول، اكسبت وان فلسطينيز. ها؟ كذا شوف شو بتصير؟ الA ناقص B، ظل كذا الواحد. إذا كانت سي سي شي عندنا؟ الفيميل. سي فيها الفيميل. فـ A سي قلنا فيها ظل فيها اثنين، الـ A ناقص سي. الـ A ناقص سي فيها اثنين. والـ A ناقص B فيها واحد. والـ B ناقص سي فيها اثنين. صح؟ أه؟ معناته هاي هذا هاي الشكة كلها كذا ما هي يونيون هون. بضل ايش؟ الواحد والاثنين، صح؟ سينس إلها الواحد تنتمي، يعني الواحد تنتمي لها. بس الواحد هل تنتمي لـ A؟ لـ A ناقص B؟ A ناقص C. A ناقص C ايش فيها؟ شو فيها؟ شو فيها؟ اثنين. مظبوط؟ هاي مثال تو ذيس أبروف. واضح؟ يا حي يعني اخذناها في محاضرات كثير سابقة كيف نعمل ديس ابروف برضه. يعني كاونتر اكزامبل هذا انت مش هتعرفه، بديش اركز على كاونتر اكزامبل لمسألة واحدة بس. في أي سؤال؟ في أي سؤال؟
طب انا عندي سؤال، انا عندي سؤال. وين استاذ نوع تاني مسألي وقلت لنا بروف او ديس بروف، كيف نعرف انه بدها بروف ولا ديس بروف؟ انو بتساعدني احنا بنعمل البروف. ها تعمل ديس بروف الاول، ما انت شو تعمل الاول بروف؟ اها ديس بروف الاول. وين صراحة نفس الشيء، بس كمان عشان ما تخسرش وقتك، يعني إن قلت لك أنا عدد الأسئلة دي بتيجي بروف أو سلاش ديس بروف بفرق هيك، هيك الواقع والحياة، صح ولا لا؟ الواقع والحياة أنت تكررت أنت مش متأكد، بدك تعرف إنها بروف أو ديس بروف. فبهي الحالة الحل اللي بقول لك حاول انك تعمل بروف او ديس بروف، بس تستمرش كثير. ها رد قلت او نو هاي بشكلها لا غلط، اعمل ديس بروف، حاول تجيب كادر زاد، ما تتعمقش كثير، رد ظلك حاول هيك تك 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 من هون من هون، ما فيش حل ثاني، هيك الواقع وهيك الحشو. ها ماشي، فيش حدا، فيش حد. فبروف لو تسا بروف معناها بدك تفكر. ها في حد بدك تفكر مع بعض، اما اذا لو الحياه كلها امتحانات ودراسه كان الحياه فيش اسمها، بس الدراسه الحياه سيميوليشن للاشياء الواقع، الاشياء الواقع خير. طيب هل ناخذ نتعلم كيف ممكن نعمل الجبريك بروفز؟ الجبريك بروفز، ها هلا الجبريك بروفز طبعا باستعمال ست ايدنتيتيز، باستعمال ست ايدنتيتيز. اوكي خليني جبت شويه كود من الكتاب بس عشان اورجيكم، يعني هي يعني اوكي بتعرفوها بس للتذكير، انه انا عندي لو عندي هاي في عندي الست ايدنتيتيز، اذا بتتذكروا ايش هاي كانت؟ موزعه موزعه. فكانت مثلا لو عندي اي واحد واي اثنين واي واي ثلاث، طبعا الست ايش فيها؟ اي واحد واي اثنين واي ثلاث، فيها اي بي سي. احنا هناك مستعملين اي بي سي، بس لو اجت لك المساله فيها اي واحد اثنين اثنين ثلاث، بتعرف انه نفس الشيء. وبتعرف انه مرات لو اجت لي هاي المساله انا اني بقدر اطلع هاي كبلوك واحد، صح؟ صح؟ بقدر اطلع عليها هاي كبلوك واحد. ام اذا بدي اطلع عليها كبلوك او بدي اطلع عليها بروح لها، بس عملية مابينج، اه يعني تريد فيش شيء اسمه على اي حال. خلينا نعمل بروف لهي. عندكم الثيوري 5-2-2 راح يفتح عليها بكتاب، كل واحد يفتح عليها. ها فتحتوا عليها؟ هاي صفحة 277 القديم الجديد 371 طلعتوا عليها. هذول الست ايدنتيتيز، ها ست ايدنتيتيز. هلا انا هل نحل هالمساله نبسطها ونشوف فعلا هل فعلا انه هاي هي ايكوال لهاي ولا لا؟ لا. طيب تعرف شو تفكر بصوت عالي انا، يعني ما في شيء. الحل عاده بالالجبريك انت شطارتك، يعني ما في شيء سيستماتيك وي انك انت تتبعها. بس لو جينا طلعنا هون يا شباب، بعرف شو بدي اشرح عنها؟ لو جينا كنا طلعنا على هاي، في عندي انا
إشي نركز إشي لا عندي إشي توزيع نركز إيدنسيت إيدنسيت هذا أها مرت عليك بس هاي مرت توزيع بس إيدنسيت اوعى اوعى تقول إشي خارج إطار ست إيدنسيت تعمليش ابلكيشن في مخك لا الاريثمتيك الجبر الجبر العاديه تمام لذلك بختلف ست ايدنتيتيز فيها كل شيء واستعمل كل شيء اللي احنا اللي مسموح استعملش خارجي الا اذا كانت في نظريه بس هاي وكانه في عندك كانت بتذكر بي انا مش فاتح عليها بي ماكس سي اللي هي بتساوي ب تقاطع سي كومبلمنت مضبوط؟ طبعا هي مش هيك عند المسألة فهي عندي خليني أكتبها هلا بدي أشوف هاي من هاي بدها نوصل لها لا أو العكس لو عندي هاي A ناقص A اتحاد B ناقص C هاي إيكوال إيكوال إيش؟ إيكوال A اتحاد B تقاطع سي كومبلي مظبوط وهي ايش ايكوال تقدر توزع هلا وين هلا هلا هاي باي ذكروني قالوا لي فين شيء ديفرنس مش تخرجوني بسددكم ما هي ديفرنس لو هلا بدي ابدل لانه القانون القانون ايش إذا بدي أوزع بس إذا بدي أوزعه عادة هاي بتكون هاي الناحية صح؟ بس فأنا خليني أحط هاي من هاي الناحية إيه هاي منو كان هو؟ كومينتيت بلوك؟ كومينتيت بلوك باي كومينتيت بلوك طيب هلا هاي هاي بتوزع سي تقاطع سي كومبلمنت تقاطع ايش؟ ايه اتحاد سي كومبلمنت تقاطع بي باي ديستريبيوت ديستريبيوتيف طيب هلا هاي ايش بتساوي؟ سي ناقص ايه هل شو بدك توصل؟ شو بدنا نوصل؟ شو بدك انه ايه لازم تكون هاي ناقص سي بس يعني بس هلا بس هلا كمان هيدا صح؟ فانا بدنا نبدل ايه تقاطع سي كومبلمنت اتحاد بي تقاطع سي كومبلمنت باي ايه كومبلمنت طيب هلا هاي شو بتساوي؟ A minus C اتحاد B minus C by difference هيك كده طيب هذا شو هاي الطريقة شو اسمها؟ الجبريك المحاضرة الألمانية كيف كنا نساوي؟ كانت اسمها اللي نتعلم شو كنا نساوي؟ نحن كنا ناخذ عنصر بدون ما نستعمل اسم ايدنتيتيز كنا ناخذ عنصر موجود في هاي المجموعة عنصر ليش اسمها إليمنت؟ إليمنت لأنه كنا ناخذ إليمنت أرمنتري بارتيكولار توزن إليمنت من مجموعات ونحسب كيف بدها تطلع هاي لا فيش شيء اسمه أحسن ومش أحسن حسب الوزن واضح؟ في هذا المثال لو نجيب أي أشياء ثانية شو نسوي؟ طيب ناخذ مسألة ثانية لو عندي A ناقص A اتحاد A تقاطع B بتساوي AC وتعمل هاي الألجبرا كيف أساوي؟ شو اسوي انا؟ يعني بدي اطلع هاي واطلع واخرج واوصل لهاي
اها بوزع هلا سوري هلا هاي كلنا هاي باي باي ضروري جدا دائما تحط لي باي لما بدها توصل على المطلوب باي ايش؟ ديفرنس بسببكم اكيد وهاي ايش؟ لا مش بتعرف اسمها لا هل هي دي مورغان؟ هلا هاي ايش بتساوي؟ تقاطع ايه كومبلمنت اتحاد تقاطع بي كومبلمنت هاي بتساوي باي ديستريبيوت هاي فاي صحيح فاي اتحاد ايه خلينا حتى عبادك ايه تقاطع بي براي وهي شوف باي طيب هاي بتساوي مبدل ايوه لا هو انا عمدا بساوي بتبع هلا اذا قعدت تحسب اكثر من خطوه 100% بتعرف فاين اذا قعدت تحسب اكثر من خطوه براسها بتعرف لا ما فيش خطوات يعني نفس الشيء ان كان فاين ايه هذا اوكي هي اتحاد لا لا هو انت لازم كل الفكره اوكي وشو هو محمد لا بقدر اعمل سكيب خلص ليه بدي اروح اخذ مش قصدك؟ لا انه لا يعني لو فاي اتحاد هذا الشيء الثاني نفس ما هي يعني فاي كذا دائما لانه شو انت حدا خربش بشغله فعشان ما نخربش هيك دائما نتبع ست ايدنتيز 100% ايه اتحاد ايه تقاطع بي كومبلمنت اتحاد فاي باي ايش؟ مبتدئ لكم هذا وهاي ايكوال تقاطع بي اوكي بين تقاطع بي كومبلمنت باي ايدنتيتي صح؟ فهاي بتساوي A ناقص B يعني سوينا سكيب باي وجاوب انا يعني جاوب طب ايش اسمي باي ايش؟ ديفرنس اقتنعتوا انه هذول الثنتين ايكوال لبعض طيب ماشي؟ بهاي الطريقة هاي الطريقة قلنا اسمها الجبر وانتبهوا انه لازم تحط في انقاض اللي تستعمل وانه اوعى تستعمل شيء خارج الست ايدنتيتيز وانه اذا عملت سكيب لبعض الخطوات انك مش 100% 90% تغلط طيب هذا ما فيش شيء سبيشال ثاني نتعلمه في الالجبريك بروفز هيك يعني انا اي سؤال طيب